PJ Kids. ما اسمك؟ إنال. كم عمرك؟ عمري 8. أنا بروح على طالع ثالث. ما أكثر شيء تحبه؟ أكثر شيء أنا بحبه أدربتك. من أكثر شخص تحبه؟ يعني بس فن بالمدرسة اللي هو اسمه زين، لأنه الوحيد اللي كان يجيب لي هدايا عيد ميلادي أو كان يحكي لي مبارك، أو الوحيد اللي عندي على صوبه مسنجر اللي كان يجمع لي. من الشخص الذي تريد أن تصبح مثله عندما تكبر؟ مهندس فني اختراع، هو يعني مثلا واحد أعدم بسوي إشي ولا حدا مسوي من قبل، يعني مثلا اختر أشياء أو بنايات أو أشياء ما كانش عندها أكتر أو مكان أو ناس ما اخترعوا مثلها، كأني أكون مميز بينهم. لا ليش المهندس الصغير؟ لأنه رح أكبر ورح أصير مهندس فني. كيف ترى الحياة بعد 50 عام من الآن؟ يعني رح يكون تطور خرافي مع أجهزة إلكترونية وغير السيارات رح يبدلوها لأنها بتطلع أشياء هوائية مشان تأذي البيئة، فممكن أنا أخترع إشي بدونها هاي، أو إشي يكون بدون نفاثات. ونحن الجيل المتقدم. نراكم إلى اللقاء.